جماعة في الأخ أيمن عامر منسق العام لاتحاد السوار العرب عنده بيان بده. الاتحاد الدولي للسوار العرب الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بطرد السفير السوري من القاهرة. يطالب الاتحاد الدولي للسوار العرب الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري بطرد السفير السوري من القاهرة. ايد واحدة مصر وسوريا، ايد واحدة مصر وسوريا، ايد واحدة مصر وسوريا، ايد واحدة مصر وسوريا. وسحب السفير المصري من دمشق للضغط على النظام السفاح، النظام السوري المستبد، لوقف ابادته الجماعية ضد شعبه الاعزل، ووقف التعامل مع هذا النظام السفاح الذي يرتكب مجازر بحق شعبه، لان الصمت هو من شجع آلة هذا النظام على القتل والدمار بشكل لم يشهد له التاريخ مثيل. يا سفير يا عميل، يا سفير يا عميل، يا مشير يا مشير، يا مشير يا مشير، يا مشير يا مشير، ويلا اطرد السفير، يلا اطرد السفير، ويلا اطرد السفير، يلا اطرد السفير. ويطالب الاتحاد الدولي نبيل العربي امين عام جامعة الدول العربية بتثبيت عضوية النظام السفاح بشار الاسد بالجامعة العربية، وذلك على غرار وقف عضوية تشريب ليبيا إذا جرائم نظام الطاغية محمد القذافي بحق الشعب الليبي المطالب بحريته وحقوقه المشروعة. ويطالب الاتحاد عقد قمة عربية طارئة لنصرة السوريين والعمل على وقف الأنظمة المستبدة في سوريا وليبيا واليمن والبحرين قبل قتل شعوبهم. للسوار العرب البرلمان العربي بإصدار بيانات إدانة وشك وموقف واضح للوقوف ضد الممارسات الوحشية التي يرتكبها النظام السوري بحق شعبه. مصر سوري ايد بايد، مصر سوري ايد بايد، حتى يطلع بجنبين، حتى يطلع بجنبين.